الراديو 90 90 هواها مصري. يا جمعة ودي يا جمعة بتنده يا مدام أنيسة. بنده ده أنا حسة نبح بقالي ساعة. لمؤاخذة يعني كنت معلل أوكمن أمريني. الله يخليك يا جمعة اجري بسرعة هاتلي ميكروكروم. ليه انت طبخينيها النهاردة يا ابني؟ الميكروكروم بتاع الجروح. يا ساتر يا رب، الواد اللي اتعور. لا امال مين؟ وانت ما ينفعش تجيب الحاجة من غير ما تقعد ساعة ترغي وتسأل. ما تروح تجيبها وانت ساكت. يا سلام. طيب افرض الراجل سألني اقول له ايه يعني؟ والراجل هيسألك بتاع ايه؟ انا عارف بقى، ما تسأليه هو. اللهم طولك يا روح. ليا انا يا جمعة، انا جرحت ايدي وانا بعمل السلطة. لا حول الله، ده اسم كلام برضك يا مدام أنيسة. يا ابني اخلص، انت لسه هتكمل رغي. قلت لك 100 مرة السكينة بتتمسك ازاي. يا زفت الطين، ايدي بتنزف، مش شايف؟ اخلص. ما تقطعنيش لو سمحتي، انا قلت لك وانت بتقطع السلطة صوابعك تبقى لجوة. ليه بقى؟ عشان لما تقطعي وانت فردة يديكي بتبقى عرضة اكتر للجروح، فهمتي ولا لا؟ انا قريت الكلام ده في كتاب مطبخ ام عيشة. انا مش كنت اديتهولك ولا ما اديتهولكيش؟ ما قريتهوش ليه طيب؟ جمعة لو ما جريتش جبت ازازة الميكروكروم دلوقتي ولقيتها دلوقتي قدامي، قسما بجلال الله بقصرية الزرع دي وعلى نافوخك حالا. اجري يلا. حاضر. الحقيني يا مدام أنيسة. يا نهار اسود، انت ايه اللي عمل فيك كده؟ ضربوني. هما مين دول؟ ما عارفهمش. امال ضربوك ليه؟ انا كنت ماشي في الشارع لا بيا ولا عليا، لقيت اتنين ماسكين في خناق بعضيهم. انا بقى خدتني الجلاله كالعاده وقلت لما اخش افض الخناقه. ها وبعدين؟ المهم الخناقه عليت، واحد منهم راح شاتم التاني لمؤاخذه يعني بشتيمه يعني من اللي بيشلوها ويقتلوا بدلها تيد. ده عارفها؟ ايوه. يعني ضربوك ليه برضو؟ انا مش فاهمه. ما انا جايلك في الكلام اهو. انا سمعت شتيمه من هنا والدم جرف عروق من هنا. قلت له انت اتجننت يا ده ليه؟ انت ازاي تشتم في حضور جمعه ابو الواعر القطيم؟ طب قسما بالله لو ما اعتذرت له دلوقتي ما يكون احسن لك. طيب شاطر. وبعدين لقيت لك التاني راح جايبني من ياقه الجلبيه وقال لي انت ازاي تتكلم مع اخوك ده يا حيوان؟ اخوه مسكين السنجل بعض في الشارع ويطلع اخوات في الاخر، وفجاه سبحان الله اتصالحوا وبقوا يد واحده ومسكوا في خناقني وقالوا لي عباره غريبه قوي ما عارف شيء، يعني جايبينها من اني داهيه. عباره ايه دي؟ لو قلبك مات ما تتدخلش بين اتنين اخوات. لا الحق يتقال، عبارتك اشك كتير يا جمعه. ايوه ما انا مسكت لهمش ورحت مديهم العباره دي. عباره ايه؟ ما ينفعش نشوف خناقه ونمشي من سكات، لازم نصلح بينهم حتى لو كانوا اخوات. لا طبعا اتكسفوا وبصوا في الارض. لا الحقيقه هم رموني انا في الارض يعني، والدنيا علقه تاني اشد من اللي قبليها. معلش يا جماعه، علقه تفوت ولا حد يموت. طب اقول لك ايه يا مدام أنيسة؟ ايه؟ الاقيش عندك ازازه ميكروكروم؟